أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف عن انضمام مجموعة من السلاحف الخضراء المعروفة محليا باسم شيري إلى أحواض مربى الشارقة للأحياء المائية. الزميل وليد الأصبحي زار المربى وعاد لنا بالتقرير التالي. سلاحف مهددة بالانقراض تنضم إلى مربى الشارقة للأحياء المائية، فما هي قصة هذه السلاحف وكيف وصلت إلى هنا؟ وهل ستكون البيئة مناسبة للعيش فيها؟ في أعماق حوض مربى الشارقة للأحياء المائية تعيش كائنات بحرية وسط رعاية واهتمام من المربى بتوفير البيئة الملائمة لعيش هذه الكائنات والتأقلم في مكان لا يختلف كثيراً عن أعماق البحار، من بينها السلاحف التي انضمت مؤخراً مجموعة جديدة من نوع مهدد بالانقراض. فما هي قصة هذه السلاحف وما هي أنواعها؟ السلاحف البحرية هي من طائفة الزواحف البحرية متواجدة في معظم محيطات العالم. هناك والمعروف في 7 أنواع من السلاحف البحرية، ولكن للأسف 7 أنواع كلها مهددة بالانقراض. وفي دولة الإمارات تم تسجيل 4 إلى 5 أنواع، ومنها الشائع منها السلاحف الخضراء وسلاحف ذات منقار الصقر. السلاحف المنضمة حديثاً إلى المربى يقوم فريق بالتأكد من سلامتها وتهيئتها بعناية من أجل الانسجام والعيش في المربى. ويبدأ تشخيص السلحفاة، معرفة نوع السلحفاة، 2 أخذ قياسات في المختبر، الوزن، الطول، بعد ذلك يتم تصنيف الجرح أو الحادث الموجود أو الإصابة الموجودة في السلحفاة، بعدين يتم نقل السلحفاة لوين؟ للحجر الصحي. أما عن مسمى السلاحف الخضراء أو المعروف محليا باسم شيري، فقد أوضح لنا رئيس فريق الأحياء المائية سبب هذه التسمية. الشيري هذه لو تلاحظ لا هي خضراء ولا شيء، بس يطلق عليها خضراء اللي حقلنا بسبب غضاريفها ودهنها، ولأنها هي آكلة للأعشاب البحرية فأطلق عليها سلحفاة خضراء. الشيري هذه كيف تفرق بينها وبين سلحفات ثانية؟ عن طريق بعض العلامات اللي موجودة على الرأس هني وعلى الدرع. ليس هذا فقط، فمربى الشارقة للأحياء المائية وبالتعاون مع عدد من الجهات يوجه العديد من الرسائل التوعوية للجمهور. هي إقامة ورش توعوية تعليمية في هذا المجال، أيضا المشاركة في فعاليات اللي هي مختصة في المجال البحري مثل اليوم العالمي للسلاحف ويوم العالمي للمحيطات، وأيضا إنشاء برنامج إعادة تهليل السلاحف. المربى لا يمثل معلما سياحيا في الإمارة فحسب، بل بات مساهما في الحفاظ على الأحياء البحرية وتوفير البيئة الملائمة لعيشها بسلام.